وفي هذا الصدد نشر الفنان إسماعيل عيساوي المدعو زعباطة فيديو جديد له بمصلحة كوفيد 19 ببليدة، وشكر كل من تضامن معه وتفاعل مع حالته من الفنانين ورجال الحماية المدنية والمصالح الطبية. كما أكد الفنان زعباطة أنه يخضع حاليا لبروتوكول كلوروكين المستعمل في علاج فيروس كورونا، وفي نفس الوقت حذر من التهاون بمخاطر الوباء. السلام عليكم، معكم مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم مون دوزيام جور في لوبيتال أمور دو ولاية بليدة. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على ما ابتلنا به الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم كامل، كان محبين زعباطة، كان يعرفوا زعباطة، قال لي بعثوا لي الفيسبوك، قال لي كومونتيرو لي. بارك الله فيكم سونز اكسبسيون. جو تيان ريميرسي ميزامي بروش.